بانها تدي اعداد، عشان كده بتحل المفتي استطلع رايه الابتشال. بمعنى كده انها خلاص انا منعقده كمحكمه بالاجماع الاراء ان انا هدي اعداد، طب اوديها للمفتي. ده ما يبقاش افضاح عن رايها قبل ان تحكم، لان ده حكم قانوني واجب في نص القانون انها تحل المفتي. يعني بتحل المفتي بتقول انا هدي اعدام، انا بودي للمفتي اهو. يبقى ده مش ظهور مفاجئ لمحمد شبانة صديق نير أشرف يثير الجدل بصورة جديدة. صديق نير أشرف يثير الجدل بتصرف صادم. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. افتح عن رأيها، لان ده ملزمه غصب عنها انها تحل المفتي قبل ما تدي اعدام. يبقى هي بتطبق صحيح نص القانون ولا تفسح عن رايها، وانما ده تطبيق للقانون، اجراء واجب عليها. بحل المفتي عشان هدي اعدام، لان القانون بيلزمني اني احل المفتي. ظهور مفاجئ لمحمد شبانة صديق نير أشرف يثير الجدل بصوره جديده. بالرغم من مرور قرابة 3 أشهر على واقعة مقتل الطالب نير أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل وصدور حكم بإعدامه، إلا أنه ما زالت أحداث القضية على صفيح ساخن بسبب ظهور العديد من الأحداث الجديدة. وأثار ظهور الفنان محمد شبانة صديق نير أشرف حالة كبيرة من الجدل بعد نحو 3 أشهر من مقتل صديقته، حيث أنه ظل طيلة هذه المدة مختفيا ومنذ وقوع الحادث. ولكن بتتبع حساب محمد شبانة صديق نير أشرف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجد أنه حذف كل الصور التي جمعته بصديقته بعد حادث مقتلها المروع أمام بوابة تشكيل جامعة المنصورة. وبعد مرور أكثر من شهرين على قضية الطالب نير أشرف والتي لقيت مسرحها أمام بوابة جامعة المنصورة، ما زالت القضية على صفيح ساخن وفي تطور مستمر حتى بعد صدور حكم الإعدام على المتهم محمد عادل قاتل نير أشرف. وقدم أشرف نبيل المحامي محمد عادل قاتل الطالب نير أشرف لمحكمة جنايات المنصورة مذكرة الطعن على الحكم الصادر ضده بالإعدام. صديق نير أشرف يثير الجدل بتصرف صادم. أثار الفنان الشاب محمد شبانة جدلا واسعا في أول ظهور له بعد قرابة 3 أشهر من مقتل صديقته نير أشرف على يد زميلها أمام بوابات جامعة المنصورة، وحذف شبانة جميع الصور التي جمعته بصديقته نير أشرف بعد حادث مقتلها. وفي تصرف صادم له ظهر شبانة من جديد بشكل مفاجئ بعد اختفاء تام على السوشيال ميديا منذ الحادث البشع، ولم يعلق على جريمة قتلها ولم يتحدث عن مجريات القضية حتى كتابة هذه السطور. وتعرض شبانة للسخرية والهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموه باللامبالاة والغموض نظرا لظهور نير أشرف برفقته في العديد من المناسبات قبل مقتلها، ولم يكشف حتى الآن عن طبيعة العلاقة بينهما وبين المجني عليها. وعقب حادث مقتل نيرة أغلق شبانة هاتفه بالإضافة إلى تغيير خصوصية حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها للأصدقاء فقط بعد أن كانت عامة قبل أن يختفي تماما على السوشيال ميديا. بعد أشهر من مقتلها تصرف صادم من صديق نير أشرف. ظهور مفاجئ للممثل محمد شبانة صديق نير أشرف قتيلة جامعة المنصورة حالة كبيرة من الجدل والغموض أثيرت حول الطالبة الجامعية الراحلة وشبانة بعد حادث النحر المفجع أمام بوابة تشكيل جامعة المنصورة، وعلى مرأى ومسمع من الطلاب والمرة التي هزت رأي العامة. وعلى الرغم من الصور الكثيرة التي جمعت بين نير أشرف ومحمد شبانة في عدة مناسبات قبل الحادث، لأنه لم يخرج أو يعلق على الحادث بشكل صريح حتى الآن، ولم يتحدث عن العلاقة التي ربطته بالطالبة الراحلة. وقام شبانة صديق نير أشرف بغلق خصوصية حساباته على السوشيال ميديا وغلق رقم هاتفه بعد الضجة التي أثيرت حول الحادث، لا سيما بعد انتشار صورهما. ظهور صديقة نير أشرف قاتلة جامعة المنصورة حالة كبيرة من الجدل حول الفنان نير لسنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقد الجنائية س3-684 قاعدة رقم 254 طاعة رقم 22 لسنة 2022 القضائية، مضيفا أن ما حدث بمحاكمة قاتل نير أشرف الذي كان يحضر مع المدافع عن الطعن هو محامي ابتدائي لا تجوز له المرافعة أمام حاكم الجنايات الذي لم يبدي أي عذر عن المدافع عن الطعن، وأضاف يتبين من أسباب الطعن الحكم المطعون فيه مرجع نقده، وكان يترتب على تنفيذ هذا الحكم إصابة الطعن بأضرار جسيمة، فإن ذلك يحفز لطلب وقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن
وكذلك عملا بالمادة 36 مكرر فقرة أولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وجرات الطعن أمام محكمة النقد، مطالبا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ثم الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أصيلا، نقد الحكم المطعون فيه واحتياطيا، ومع النقد إعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتفصل فيها دائرة أخرى. وبعد إصدار حكم الإعدام في حق محمد عادل قاتل نير أشرف، تولت الأنباء عن تولي فريد الديب الدفاع عن محكوم عليه وتقديم مذكرات الطعن النقد، كما نص القانون على تقديم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، بحيث يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم مرفقا بها أسباب الطعن. هند عاكف عن مقتل نير أشرف اللي بيحب حد بيضحي عشانه مش يقتله. علقت الفنانة هند عاكف على قضية مقتل الطالب نير أشرف على يد زميلها في الجامعة بعد رفضها الارتباط به، وقالت هند عاكف في تصريح لأهل مصر: الموضوع بيه خبايا كثير جدا، وعن نفسي بقول لا يصح أي بني آدم تحت أي مسمى في الدنيا يتروح مهما عملت فيه ومهما عملت فيك. وتابعت: ربنا سبحانه وتعالى قال القصاص، لكن لما احنا نحارب بعض علشان الدين، لكن مش علشان انا بحبك او بتحبيني او عملت فيك اي حاجة في الدنيا، مهما يكون ما عنديش حاجة تخلي البني ادم يقتل ايا كان. الملابسات ممكن يكون ملابسات جامدة. جريمة هزت مصر كادت تتكرر، شاب هدد فتاة بذبحها مثل نيرة. خلال الشهرين الماضيين هزت الشارع المصري جريمتان مروعتان عقب ذبح الطالبتين نيرة أشرف وسلمى بهجة على يد زميلهما في حادثتين منفصلتين بعد رفضهما الزواج منهما. وفيما لا يزال رأي العام تحت الصدمة، كادت جريمة أخرى تتكرر بنفس السيناريو في القاهرة بعد أن هدد شاب فتاة بذبحها، إلا أن رجال قسم شرطة حدائق القبة بالعاصمة تمكنوا من ضبط الشاب بعد أن تعدى على الفتاة الضحية وهددها بالقتل إثر رفضها الزواج منه. وفي التفاصيل اتصلت فتاة تدعى بسنت مرعوبة بالأمن وأبلغتهم بأن شابا هددها بالقتل، فتحرك رجال الأمن على الفور وألقوا القبض عليه. وذكرت الشابة في استغاثتها لأجهزة الأمن أن بعد رفضها الارتباط بها هددها بفضحها قائل أنه سيقتلها على غرار نيرة وسلمى، كما أضافت: وقتها حاولت أن أفهمه أن كل شيء قسمة ونصيبة، لكنه استمر في رسالة رسائل تهديدات بالقتل لي ولأسرتي، وقد وصل أمر تهجمه علي بمنزل. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب عدم إعدام محمد عادل حتى الآن؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.